وصل رئيس وزراء السودان عبد الله حمزوك إلى جنوب السودان في أول زيارة رسمية له منذ توليه منصبه. ومن المقرر أن يلتقي حمزوك رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعماء المعارضة السودانيين خلال زيارته التي تستمر لمدة يومين. وصرح حمزوك لدى وصوله إلى جوبا أنه يتطلع إلى علاقة استراتيجية بين البلدين تشمل جميع القضايا، من بينها التجارة والحدود والنفط وحرية حركة السكان بين البلدين. من باريس ينضم إلينا الآن الناشط السياسي السوداني الأستاذ محمد أدن. محمد، يعني أهمية هذه الزيارة بداية في هذا التوقيت والجميع يعني ينتظر إعلان الحكومة السودانية؟ أهلا أستاذة رنين، مساء الخير ومساء لكل المشاهدين. هذه الزيارة حقيقة زيارة تاريخية، لأول مرة بعد استلام السلطة الحكومة المدنية الانتقالية زيارة رئيس الوزراء هي أول زيارة خارجية إلى دولة جنوب السودان، وفي ظل توتر الأوضاع ما بين الدولتين طيلة فترة بعد انفصال جنوب السودان. وحقيقة سلفا كير رئيس جنوب السودان لعب دورا محوريا في تخريب وجهات النظر ما بين الفرقاء السودانيين، وهو أيضا يطمح إلى فتح المزيد من المسارات ومحاولة إحلال السلام في دولة جنوب السودان. هذه الزيارة أنا في تقديري زيارة موفقة، يفضي إلى تقريب وجهات النظر ما بين القوى السياسية أو الحركات المسلحة الموجودة الآن في جوبا التي تبحث عن السلام والاستقرار الشامل في السودان، وهو ذهب أيضا لمزيد من تحسين العلاقة ما بين دولة جنوب السودان وما بين السودان. الآن وصول رئيس الوزراء إلى دولة جنوب السودان سيفتح آفاق جديدة نحو السلام الشامل والاستقرار وما بين إعادة العلاقات الاستراتيجية ما بين الدولتين الشقيقتين. نعم. طب لماذا تأتي هذه الزيارة مع بدء الحوار يعني مع الفصائل المسلحة في دارفور وغيرها من المناطق؟ نعم، الآن القوى الثورية الحاملة للسلاح متواجدة في دولة جنوب السودان، وهي تسعى إلى الانتقال الديمقراطي الحقيقي في السودان. لذلك ذهب رئيس الوزراء للجلوس مع هذه القوى التي كانت في السابق كما أسلفنا وقعوا اتفاق مع قوة إعلان الحرية والتغيير، وللأسف لم يتم تضمين الاتفاقية التي وقعت في أديس أبابا في الوثيقة الدستورية، وللأسف تم تحميشهم في فترة من الفترات. فبالتالي الآن هم ذهبوا هنالك بما فيهم نائب رئيس المجلس العسكري حميدتي والعضو في المجلس السيادي اللي هو محمد التعايشي. هؤلاء ذهبوا جميعا لكي يقولوا تعالوا إلى مائدة سواء لنبحث عن استقرار وسلام للدولة وننشل السودان من هذا النفق الذي ظللنا فيه طيلة 30 سنة. هذه زيارة موفقة، ونحن نسعى معهم جميعا تخريب وجهات النظر حتى نفوت الفرصة للأعداء الذين لا يريدون استقرار لهذه المرحلة. بالتأكيد هنالك محاور أخرى تريد أن تكون هي التي تبادر وهي التي تمسك بزمام الأمور وتكون هي المنصة للتفاوض، لكن أنا في تقديري دولة جنوب السودان هي الآن تم تثبيتها لعملية التفاوض والحوار المباشر مع الحكومة في أكتوبر المقبل. فبالتالي نحن نثق في حكومة جنوب السودان وسوف يمضون إلى سلام حقيقي في الأيام القليلة. سلام حقيقي تقول محمد أدم، يعني هل من شأن هذه الخطوات أن تسهل الآن ربما على الحكومة السودانية المقبلة أن تنجح بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب؟ نعم، في حالة اتفق جميع الفرقاء السودانيين وذهبوا جميعا نحو سلام واستقرار حقيقي، وهنالك وإذا قلصت النوايا نحو سلام حقيقي في السودان وإنهاء الحروب، بالتأكيد سيرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ويوفى من ديونها. فبالتالي الأزمات التي ظلت متراكمة ل 30 سنة هذه الحكومة وحكومة حمدوك بالتحديد رئيس الوزراء قادر أن ينشل هذه الدولة من هذه المتاهة، وبالتأكيد سيرفع اسم السودان وستكون هنالك بشريات في الأيام القليلة القادمة. نأتي فرصة لهذه الحكومة حتى تثبت أركانها وحتى تباشر عملها، ومن ثم لكل حدث حديث. نعم. الناشط السياسي السوداني الأستاذ محمد آدم، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. شكرا.